السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الحلقة السادسة من سلسلة مقدمة الماتلاب. في الحلقة دي هنتكلم عن اللوبس وتحديدا الفور لوب. الفور لوب هي عبارة عن لوب أو حلقة بتسمح لنا بتكرار مجموعة من الأوامر لعدد معين من المرات. كمثال بسيط ونبدأ طوالي، لو عاوزين مثلا say نوجد مضروب العدد factorial حاجة سهلة وأغلبنا بنعرفها وأخذناها من زمن المدرسة، هو الرقم مضروب في الأقل منه ثم الأقل إلى الواحد. نبدأ clear clc، بعد كده نعرف متغير variable نسميه fact ونديه القيمة واحد، وده حيكون الواحد في القانون. تمام، بعد كده نطلب من المستخدم إنه يدخل الرقم المطلوب إيجاد مضروب، نقول له enter the number. اوكي تمام، نركز في السنتاكس بتاع الفور. بتكون فور معاها الاندكس مثلا say i، تمام، بعديها بنقول الفاليو، هنا الفاليو هتكون من الواحد الى ال n ادخل المستخدم، يعني مثلا say 5 هتكون من واحد لحد 5، تبقى 1 2 3 4 5. طيب fact هيكون بيساوي fact الأصلية اللي هي القيمة واحد مضروبة في الاي اللي بتتغير، اللي هو نحن هنبدأ من الواحد لحد الرقم اللي أدخله المستخدم، كأنه يعني بدينا من الواحد لحد رقم أدخل المستخدم، فكأنه عكس الطريقة المعهودة، لكن في النهاية النتيجة واحدة وصحيحة لأنه الضرب إبدالي. بعد كده هنقول display output، كنت ناسي سيمي كولوم فلو لاحظتوا ليه خطيته في الآخر. طيب for loop اوكي مثلا 5 جاتنا 120، وفعلا مضروب العدد 5 هو 120. البرنامج بسيط وسهل انه الشخص يتدرب عليه، وممكن تجربوا ارقام تانية، ولو عاوزين اي سؤال ممكن تكتبوا لي ونعمل حاجات تانية في الفور، برامج اصعب شوية. لحد هنا الحلقة تكون انتهت، وانتظروا الحلقة الجاية وأرجع أشوف الكورس من أوله، وفي أمان الله.